نيتنا في بعثة الحج الجزائرية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مخطط عمل الحكومة هو أن نرفع التدخل البشري عن تسيير الإسكان. نريد أن يكون الحاج مختارا كلية في أن يختار أين يقيم ومع من يقيم. للأسف بعض حجاجنا لم يصدقوا هذا ولم يسجلوا أنفسهم. عدم تسجيل أنفسهم في المسار الإلكتروني هو الذي أحدث بعض الخلل. يحدث الخلل لماذا؟ لأنك في المسار الإلكتروني تعطي المفتاح ويلتحق بالغرفة مباشرة، العملية لا تفوت لكل رحلة ساعة من الزمن، لكن عندما لا يكون مسجلا ينبغي أن يتفاوض مع من يقيم معه. ولذلك كنا نفكر في أننا نستغل في السنة القادمة 5 ساعات الانتظار في مطار الإقلاع و5 ساعات في الطائرة حتى نحسس الحجاج الذين لم يسجلوا في المسار إلى أن ينظموا أنفسهم أو نسجلهم إجباريا حتى ينالوا مفاتيحهم، ثم يستطيع الإخوان أن يغيروا بحسب الطلب وبحسب التوافق الثقافي. تشرفت بمجالسة زملاء رؤساء الفروع والذين كانوا يقدمون عروضا عن تسيير عملية الإسكان والإعاشة والحالات الطبية وتسيير حالات التيهان والإرشاد الديني والإفتاء. وفي كل مرة كنت ألاحظ بأن الأداء تحسن عن السنة الماضية، لكن في كل مرة كنت أجد قوة من زملائي في أنهم يعترفون بالخطأ الذي يمكن أنهم وقعوا فيه ويقترحون من أجل تحسين الأداء حلولا. بعضها يتعلق باختيار نوعية أخرى من المرافقين وأعضاء البعثة، وبعضها الآخر يتعلق بقرارات. وخرجنا بتصور يعطينا الخطوة التي ينبغي أن نتخذها حتى يكون الموسم القادم إن شاء الله تعالى أحسن من الموسمين الأولين اللذين بدأ في مخطط عمل الحكومة في إطار حج الكرامة. لاحظنا بأن حالات الاختراق التي كنا نتعرض إليها، الإيديولوجية التي نتعرض إليها في فنادقنا، زالت هذه السنة، وقضينا قضاء حقيقيا على الأمراض العقلية التي كانت ظاهرة في البعثة الجزائرية، علامة على أن الأطقم الطبية أصبحت تحسن أداء مهامها ولا ترسل إلى الحج من ليس مكلفا أصلا. إهمال الحج هو المساس بالكرامة، أما أن يحصل الخلل بسبب غفلة أو بسبب تحايل الآخرين فهذا وارد. والمبدأ الذي تعاهدنا عليه جميعا هو أن ندافع على كرامة الحج الجزائري بالتدخل في الأول. وبهذا المقتضى نعم هناك وكالات سوف تعرف إجراءات قاسية جدا هذه السنة، على غرار ما فعلنا في السنة الماضية عندما أبعدنا وكالتين سياحيتين. والسبب هو دائما المساس بكرامة الحاج. لما نقول لك مساس بكرامة الحاج، الحاج اللي يدفع دينار من أجل قنينة ماء يجب أن يجد قنينة مائه. لا ندفع إنسان مبلغ من المال مقابل خدمة لا نوفره، خاصة إذا كانت الخدمات أساسية، والخدمات الأساسية الخدمات التي نوفرها في ديوان الحج والعمرة. موضوع 47 حاج جزائري الذين دخلوا إلى البقاع المقدسة حجاجا رغم أن تأشيراتهم هي تأشيرات تجارية، هو موضوع يتعلق بالجزائر العاصمة. الموضوع محل تحقيق في الجزائر العاصمة، لأن الجهة التي أعطت تأشيرة موجودة في الجزائر، والجهة التي نظمت موجودة في الجزائر، وسيد المدير العام مشكورا بلغ المعلومات التي لديه إلى لجنة المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي نقلتها إلى وزارة الشؤون الخارجية. وطبعا الدولة الجمهورية واقفة، لن تهان ولن يؤثر فيها تماما ما يقال عنها، لأننا سجلنا بأن الإجراء العادي في مثل هذه الحالات إعادة طرد الذين يحاولون أن يحجوا بغير تأشيرة حج. لكن في الحالة الجزائرية قبلنا على ما على أن الجزائر لها قيمتها ولها مكانتها، وطبعا الجهات المعنية بالتحقيق سوف تتخذ الإجراءات اللازمة في أرض الوطن، وإذا قدرت أن تعمم الخبر إعلاميا فسوف تفعل، لكن في أرض الوطن.